بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. قوة الإيمان، والآن مع الشريط 56 بعد 200 على 1. نرى الناس أو تلاميذ المشايخ الذين يعظمون شيوخهم ويقومون لهم ويفعلون خلاف السنة، هم إنما يفعلون ذلك أدبا مع شيوخهم في ظنهم. ونرى الفريق الآخر الذي لا يقوم لشيخه أو لا يقومون لشيوخهم، لا يفعلون هذا التزاما بأدب السنة. وإذا نظرنا إلى الحقيقة والواقع نرى بأن الفريق الأول الذي يخالف عن السنة بقيامه وتعظيمه شيخه، نجد هذا الفريق أكثر أدبا مع شيوخهم من الفريق الثاني، لأن الفريق الثاني عندما لا يفعل فعل الفريق الأول ويلتزم بالسنة يرى مع الزمن أنه أصبح هذا الأدب الذي يفعله الفريق الأول وأثر في نفسه حقيقة فعلا يصبح بعيدا عنه كل البعد. وهذا طبعا يعود لأمرين اثنين في ظني وتقديري. أما الأمر الأول فإنه يعود إلى أن التأثر بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله وأدبه هذا أمر يحتاج إلى نفوس تتعامل مع هذه الآداب والأخلاق والأقوال والأفعال من النبي عليه الصلاة والسلام تعاملا يليق بها، تعاملا نفسيا، يعني يجب عليه أن يحترم الأدب والفعل والقول الذي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنرى أنه لا يتعامل مع هذا الأدب بنية أنه يتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأمر الثاني فهو، وطبعا هذا ناشئ في ظني وتقديري من عدم الفقه والبصر بالأدب النبوي الذي ينبغي أن يتأدب به طالب العلم. ولذلك مع الزمن نرى مثل هذا الإنسان أو هذا الفريق تنوشه أيادي الشياطين وتبعده بعيدا وتقصيه عن أدب السنة، ويصبح لسان سوء أو طعن أو قدح أو ذم في حتى في الشيخ الذي أخذ عنه. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فهو أنه يرى وقد قرأ ما قرأ، وربما لا يتجاوز ما قرأ صفحات أو عددا يسيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفقه بها، فظن نفسه عالما بهذا القدر الذي أخذه أو قرأه، فهو إذن لابد أن يزاحم بركبته ركبة شيخه الذي أخذ عنه لماما أو قليلا. ومن هنا أقول أنا تجربتي مع إخواننا أو مع على الأقل من نعرف، يعني مع عدد منهم، أنهم، وأقول بصريح العبارة، أنهم يسيئون الأدب للشيخ الذي أخذوا عنه أو تتلمذوا على يديه أو ظنوا أنفسهم أنهم يأخذون عنه. ينبغي أن يتعلم هؤلاء الأدب مع الشيخ كما يتعلمون الفقه عنه فيما يروي من رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيما يعلمهم من كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا يقودني إلى القول بصراحة بأن الأمر إذا كان هناك إفراط مع الفريق الأول أو في الفريق الأول ففي الفريق الثاني تفريط، وبخاصة مع الشيوخ الكبار الذين يجب أن يحترموا وأن يقدروا
وأن يكون الأدب حاملا لهم على أن يصونوا شيوخهم في نفوسهم بالقدر الذي ينبغي أن يصان الشيخ لعلمه وقدرته على تأديب هؤلاء التلاميذ. هذا تعليق الحقيقة لابد منه توضيحا أو تذكيرا لإخواننا، ولا أقول في هذا المجلس، فلعل إخواننا في هذا المجلس ممن يحسنون الأدب مع شيوخهم، ولكن أقوله لإخوان آخرين لعله يبلغهم ما يقال هنا فيكون على الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه. جزاك الله خيرا، هذه كلمة حق، ومن الأسف أن نقول إنها تصدق على كثير من يدعي الانتماء إلى السنة. ولا شك أن الحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء. أولئك الأولون بسبب بعدهم عن معرفة السنة يعظمون شيوخهم بما يعن أو يخطر في بالهم من وسائل الإكرام والتعظيم دون أن يكونوا على علم بأن بعض هذه الوسائل خلاف السنة، وقد يكون بعضها محرما. والسبب أن شيوخهم لا علم عندهم، فيقع أتباعهم في مثل هذه المخالفات، ثم قد يوجد في أولئك الشيوخ من يطيب له مثل هذا التعظيم ولو كان يعلم أنه خلاف السنة. الفريق الآخر يتبع السنة، لكن الحقيقة أنه في بعض المسائل يتخذ السنة وسيلة للإخلال بالتأدب مع الشيوخ الذين علموه السنة وكان لهم الفضل الأول في توجيههم إلى السنة. وأنا أعتقد أن سبب هذا الإخلال من هؤلاء الناس باحترام شيوخهم وعلمائهم هو هذه النهضة الفكرية العلمية التي أيقظت الناس من ذاك السبات العميق، ألا وهو الجمود على التقليد، فتفتحت أذانهم لاتباع الكتاب والسنة، فأخذ أحدهم يبحث في حدود ما عنده من علم، ووجد أشياء يخالف فيها الجمهور أولا فاتبعها، ثم دخله العجب والغرور فظن كما ألمح الأستاذ أنه على شيء من علم، فاستقل في فهمه للعلم وأظهر بين الناس أنه هو لا ينتمي إلى فلان وعلان، هو له منهج خاص. وإن كان يقول هذه الكلمة حتى لا يهاجم، يقول وإن كان له فضل علينا لكن أنا لي خطتي وله خطته. هذا سببه، كما ألمح أنا في كثير من المجالس والمواعظ أنه في عنا اهتمام كبير ويقظة تامة فيما يجب أن يكون عليه المسلم من اتباع الكتاب والسنة، والذين دعوا إلى هذا النهج كثيرون وكثيرون، والحمد لله
في مختلف البلاد الإسلامية، لكن ما هذه الصحوة العلمية لم يوجد هناك علماء مربون حقا يكونون على الكتاب والسنة ويتولون تربية الناس على هذا النهج الصحيح في دروسهم العامة ودروسهم الخاصة. منذ يوم أو يومين تحدثت مع ابني هذا عبد المصور، قلت منذ كنت في دمشق كنت ألحظ أن انتباه الناس لدعوتنا واتباع الكثيرين منهم لها، أما يوجد في نفوسهم شيء من الغرور وشيء من العجب وشيء من استقلال في الفهم الذي يحملهم مبدئيا على أن لا يهتموا برأي الشيخ، ويكون نهاية المطاف أنه يقول وهو كما قال الأستاذ يعني قرأ بعض الكتب القليلة، إذا قيل له أنت عم تخالف فلان يقول هذا رأيي وهذا رأيه، وهو لا يفقه، يمكن لا يحسن يقرأ آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله، صار يقول له رأيه وللشيخ رأيه. فلينقص الآن المجتمع السلفي رجال جمعوا بين العلم الصحيح والتربية الصحيحة. أنا أعتقد أنه يوجد في العالم الإسلامي أفراد ولو أنهم قليلون وضائعون في الخضم من المجتمع، لكن لهم أثرهم في الواقع، وما هذه التي يسمونها بالصحوة إلا أثر من آثار هؤلاء الدعاة للكتاب والسنة، ولكن لا يوجد هناك مربون بمعنى الكلمة. أعتقد إضافة إلى ما ذكر الأستاذ أبو مالك أنه فعلا يوجد عند الصوفية مربون، لكن ينقصهم المعرفة بالكتاب والسنة فيربونهم على خلاف الكتاب والسنة، ولذلك نجد هؤلاء الأتباع مستسلمون لشيوخهم كل الاستسلام. وهذا طبعا ليس من الإسلام في شيء، لكن لو كان هذا الشيخ على الكتاب والسنة لكان أثره بليغا جدا في أصحابه وفي أتباعه. هذا التوجيه وهذا التأثير في نفوس الناس لا يوجد بين الدعاة السلفيين في مختلف العالم الإسلامي من يمكنه أن يقوم مقام هؤلاء في تربيته لنفوس أتباع الكتاب والسنة. من أجل هذا النقص الذي يشعر به كل باحث وكل مفكر دارس لوضع الشباب في العالم الإسلامي، يجد إقبالا من هؤلاء الشباب أنفسهم، أي ولو كانوا يحملون المنهج السلفي والفكرة السلفية والدعوة السلفية، يتأثرون ببعض الدعوات الأخرى. لماذا؟ لأنهم يشعرون أنهم يجدون فيها النقص الذي نحن نتحدث عنه الآن، مثلا كجماعة التبليغ. فجماعة التبليغ لا يستطيع أحد أبدا أن ينكر أن لهم تأثيرا في كثير من عامة المسلمين، لكن هذا التأثير ليس هو الذي يرضاه الله ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تأثير كان لا يصلي مثلا أخذ يصلي، كان يشرب الخمرة صار بعيدا عنها، لا شك أن هذا يعني إصلاح له أثره ووضوحه. ولكن إذا ما دندن أحد الدعاة الحقيقيين مع هؤلاء أو غير هؤلاء
حول ما بعث الله من أجله الرسل وأنزل الكتب وهي دعوة التوحيد، يقول ما بدنا نثير خلافات بين الناس. إذن هؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون. هذا الإصلاح أنا أقول إصلاح السلوك إذا صح التعبير وإلى درجة، هذا موجود في شيوخ الصوفية منذ مئات السنين، كما أنه موجود شيء قريب منه في الرهبان والراهبات، لأنه بيدعو إلى محاسن ومكارم الأخلاق، وبيجيبوا لك الآية اللي بيسموها هم بالآية الذهبية: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الخد الأيسر، ومن طلب منك رداءك فأعطه كساءك. هذا ليس من الإسلام بطبيعة الحال إذا ما دعا إليه مسلم، لكن تجد الذين يدعون بأسلوب الرهبان والراهبات في عندهم مسكنة، عندهم تواضع، وهذا من الإسلام، لكن ليس هو الإسلام. كذلك تجد مثل هذا، ويمكن أن يكون أحسن من هذا، عند أتباع الصوفية، لكن تجد مع ذلك الضلال الأكبر. نحن عشنا ما عشنا في دمشق قبل أن نأتي إلى هذا البلد، وكان هناك شيوخ معروفين بالتصوف ومعروفون أيضا بتأثيرهم في الناس، كما نسمع الآن تماما عن جماعة التبليغ: فلان كان كذا صار كذا، فلان كذا إلى آخره. لكن في دروسهم علنا يصرحون بأن المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الراشد، إلو إرادة هذا الميت يمين ويسار ميت. ومن قال لشيخي لما لا يفلح أبدا، وإذا رأى التلميذ شيخه وقد علق صليبا على عنقه لا يجوز أن يعترض عليه، لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد. ووقعت قصة في رمضان من رمضانات منذ 20 أو 30 سنة، أن شيخا نقشبنديا ألقى درسا، وجاء في الدرس قصة تالية ألقاها على الحاضرين، أخذ أحد المشايخ فيما مضى من الزمان أمر مريدا له بأن يذهب إلى الدار ويأتيه برأس والده، قال لبيك وذهب وجاءه برأس الوالد. فتبسم الشيخ ضاحكا في وجه تلميذه، قال له: أنت تظن أنك قتلت والدك؟ قال لا. قال له: والدك مسافر، أنا بأمرك بقتل الوالد؟ هذا صاحب أمك، فهو بعاشر أمك بالحرام، ولذلك أنا أمرتك بقتله. كان حاضر هذا الدرس المئات، وفيهم المثقفين الجامعيين والمحامون وإلى آخره، وفيهم رجل اسمه أبو يوسف، قريب لصديق لي أو زميل لي في المدرسة الابتدائية، كان حاضرا في هذا الدرس. وكنا نحن من عادتنا هناك بعد صلاة التراويح نصلي في مسجد مهجور التراويح 11 ركعة. كنت أعود إلى دكاني وهناك يجتمع بعض أخواننا، فجاءني أحدهم وحدثني بهذه القصة التي حدث بها الشيخ النقشبندي. بعد قليل مر الرجل الذي يكون قريبا له اسمه أبو يوسف من جماعة الشيخ، فناداه، دخل الدكان فأخذ صاحبنا يسأله، يقول له: كيف رأيت الدرس الليلي؟ قال له: ما شاء الله ما شاء الله، تجليات.
نحن عندنا نكتة هناك اصطلحنا عليها نحن السلفيين، في آخر خط القصاء، هذه حالة نصارى نصراني فاتح دكاني وواضي لافتة ضخمة مكتوب عليها تجليات بقلة يبيع فيها الخمور، كل ما نسمع من واحد صوفي يقول تجليات ونقول ايوه تجليات بقلة، المقصود اخذ صاحبنا يناقش ابا يوسف هذا حول القصة، وبطبيعة الحال ما في عنده الاستعداد العلمي مشان يقنع رجل او على الاقل انه يقيم الحج عليه. رأيت أنا بدوري أن ندخل في الموضوع، أنا كنت جالس وراء الطاولة اللي بشتغل فيها الساعات، فقمت إليه وبدأت أتكلم معه، لكن إن كان الجدار بيفهم منك هو بيفهم. نحن نسمع عنكم أنكم تنكروا كرامات الأولياء والصالحين، ومن هالكلام هذا أخيرا وهون الشاهد قلت بقى في نفسي ما دام الرجل هذا لا يفهم، قلت له يا رجل بيني أن القصة مركبة تركيب، إذا كان الشيخ أمر الولد في الظاهر أن يقتل أبوه، لكن حقيقة أبوه مسافر والمقتول مين؟ صاحب أمه. طيب لماذا أقام الحد هذا الشيخ على الزاني وترك الأم وهي زانية وهذه إلى ولد فهي محصنة فهي يقينا تستحق إيش؟ القتل، أما الزاني ممكن يكون هيك ممكن يكون هيك، فبين القصة تركيبة. ما كان يفهم علينا الشيخ هيك حكى، قلت لا أضرب على الوتر الحساس وهنا الشاهد. قلت له تعال يا أبو يوسف خلينا نكون صريحين في الموضوع، هل لو الشيخ أمرك أنت أنك تذبح أبوك تفعل؟ الله أكبر، شو قال؟ انتفض، قال أنا ما وصلت لسه لهذا المقام. الله أكبر، قلت له لسه عمرك إن شاء الله ما تصل. تعبير سوري هذا عندنا. وخرج ولا مدبرا، تصور أنه هذا رجل في مخه من الدروس من الحقن اللي كان عم يحشوها أنه يتمنى أن يصل إلى مقام يقتل أبوه إذا الشيخ أمره. بلا شك أن هذا تأثير فظيع جدا من هؤلاء الناس، فلو كان شيء من هذا التأثير من بعض الوعاظ السلفيين الذين يعرفون ما حرم الله وما أحل الله كانت اعتدلت الكفة وما وجدنا أمثال هؤلاء المغرورين بأنفسهم والذين يستأسدون ويصبحون ولسان حالهم يقولون يا أرض اشتدي ما حدا عليك أدي. يمكن بلغكم يوم الخميس الماضي جلسة الأوقاف وما جرى فيها. والله شيخنا أنا مو بجمعوهم أسمع لكنني لا, يعني لا أعرف ماذا يدور في هذه الجلسات ولا أسأل. أريح لك. الشاهد مخططين هذول الجماعة الله يهديهم يعني أمر أو يأخذهم أو يأخذهم لكن الثاني أحسن. والله الشاهد مخططين خطة رد على السلفيين. الله أكبر، محضرين هذا الصعلوك القبيء حسن السقاف محضرينه لأمر ضيق كبير، والظاهر السائل أيضا مدفوع منهم من تمام التخطيط أثار موضوع أنه أنتم تنكروا على أئمة المساجد وخطباء المسجد أنهم يطولوا الخطبة وبيفتتحوا الخطبة بأن الحمد لله نحمده. يا أخي بلا ما تطولوا أي ما هذا فرض ولا شيء، اختصروا الخطب وقال رسول الله كذا وكذا من آخر شيء. الشيخ هذا صرح فيها الوزير في هو هذا في التلفزيون أن منهم يتلقون. الشاهد
فقام واحد قال لهم ما دام أنتوا عم تجوا تحضوا الناس على مثل هذه الإصلاحات فيما ترون، فلماذا لا تأمرون المؤذنين أن يؤذنوا أذانين في الصبح؟ وهذا أمر متفق عليه بين العلماء. ولماذا بتقولوا هي يعني سنة حسنة وبدعة حسنة والإسلام بيقول كل بدعة ضلالة؟ أجيبونا. هيك قال السائل. من هو السائل؟ واحد من الخطبة الموظفين يعني. الظاهر أنه مدفوع بدليل. أي بدليل قام واحد من خلف الناس قال أنا بجاوب. مين هو؟ حسن، لا هو موظف ولا شيء، محضرينه. قال له تفضل تفضل، ما أدري مين المدير اللي كان هناك. قال له تفضل، بدأ يحكي بجهل عميق كما تعلم عنه، ثم تعرض طبعا لشخصي وتجهيلي وأنه أخطأ في كتاب كذا في كتاب كذا. موجود هناك مين؟ رضا المصري بتعرفه يمكن، وصاحبك القديم عبد الفتاح عمر. هذا نقول الله يهديه. الله يهدي الجميع. الشاهد قام اعترض رضا على حسن السقاف، انت ليش عم تجيب سيرة ناس؟ هذا رجل عالم فاضل وما ادري ايش، ونحن يعني شوف الاساليب هي العجيبة الغريبة، نحن تلمذنا عليه واجى لداري مرتين. هو بيقول أمام الناس أنه أنا رحت لداره مرتين. من هو هذا؟ رضا المصري. عم يرد على حسن السقاف ليش عم يطعن فيه، وهذا أستاذنا وشيخنا وتعلمنا منه إلى آخره، وحضر لداري، زارني في داري مرتين. طب ليش هذا يعني؟ يفخر يعني، يظهر انه هو يقدر الشيخ وبيحترمه لدرجة ايش؟ انه زارني في بيتي مرتين. لكن شوف شو وراء. لكن نحن إلنا رأينا وإلو رأيه، نحن ما منقلده. قام من بعد منه عبد الفتاح الله يهدينا وإياه على نفس الوتيرة، لكن بصورة أوضح إن لم نقل أقبح. قال بس هو يعني ذكر أنه أنا شيخ واستفاد مني ولا أخري، لكن هو إله منهجه وأنا إلي منهجي، أي صار إمام معنا هذا أمام الناس. اليوم كأنه كفر عن خطيئته. اليوم كأنه نبه الظاهر والله أعلم، أنت كيف تقول هيك إلى آخره، وإذا به بيقول أنه أنا يعني قلت في الاجتماع السابق كذا وكذا، ما أريد إلا أني يعني أؤكد أنه الشيخ أستاذنا. دائما أقول من تمام التوبة إذا أراد الإنسان أن يتوب فيجب عليه أن يتوب من ذنبه في الموقف الذي قال فيه ما قال. أما هذه التوبة المغمغمة المكمكمة، هذه التوبة التي يريد أن يقول عن نفسه بأنه أبرأ ذمته ويمضي إلى حاله، فهذه توبة خبيثة، تعتبر أخبث من قوله على رؤوس الملأ بقوله ما قال. ولذلك يعني حتى أنا كتبت في مقال أخير، إيش نسيت عنوان المقال، أيوة، أغبياء حرب وأغنياء حرب، أغنياء حرب وأغبياء حرب. قلت بأن هؤلاء الذين قالوا تكلموا وناصروا إيران وقفوا معها ثم نقصوا على رؤوسهم ورجعوا إلى أدبارهم وقالوا بأن إيران كذا وكذا، وأخذوا يعني يقولون بأن إيران ليست دولة إسلامية وأن علينا أن يعني ننتبه لها. قلت هذا الكلام لم يقولوه علانية، وإذا من تمام التوبة أن يعلنوه على الملائكة حتى يعلم الناس
أنهم يقولون في هذه الثورة فيه ما يقولونه سرا أن يقولوه علنا. فهذا صاحبنا هذا وصاحبنا ذاك، فهذا الكلام يعني نسمعه أو قالوا كثير الكثير عنا، قالوا في غيبتنا سواء كانوا. ولذلك يعني حتى أنا كتبت في مقال أخير، إيش نسيت عنوان المقال، أيوة، أغبياء حرب وأغنياء حرب، أغنياء حرب وأغبياء حرب. قلت بأن هؤلاء الذين قالوا تكلموا وناصروا إيران وقفوا معها ثم نقصوا على رؤوسهم ورجعوا إلى أدبارهم وقالوا بأن إيران كذا وكذا، وأخذوا يعني يقولون بأن إيران ليست دولة إسلامية وأن علينا أن يعني ننتبه لها. قلت هذا الكلام لم يقولوه علانية، وإذا من تمام التوبة أن يعلنوه على الملائكة كافة حتى يعلم الناس أنهم يقولون في هذه الثورة ما يقولونه سرا أن يقولوه علنا. فهذا صاحبنا هذا وصاحبنا ذاك، هذا الكلام يعني نسمعه أو قالوا كثير الكثير عنا، قالوا في غيبتنا سواء كانوا قالوا عنك أم عني، فهذا يبلغنا. لكن يعني الحمد لله يعني من فضل الله عز وجل نحن لا نقيم وزن مثل هذه الأمور. وهذا الكلام دائما أقول يعني كتبت مقالا مرة يعني عنكم في أحد الصحف، وقلت الفار الهزيل لا يستطيع أن ينال من الجبل الأشم، فالحمد لله رب العالمين الذي جعل منك جبلا أشم. الله يحفظكم يا شيخ، نسأل الله أن يهدينا ونسأل الله سبحانه وتعالى ويهدي المسلمين أنه يطيل في عمرك ويمد في حياتك ويفيء بعلمك على المسلمين كافة. أنا أسمع يعني كان أحد الإخوان قال لي قبل أيام بأنهم في جامعات بريطانيا إذا جاءهم حديث من الشيخ ناصر قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا هذا نسلم بصحة هذا الحديث اللي يصحح. في الوقت الذي يجي الأقمياء الفهاء، معذرة يا شيخ أبو ليلى من الكلمات اللي لعلك يمكن ما تفهمها لكن بتفهم فيها بعدين. ثاني نقول سبحان الله يجي هؤلاء يقعد يطعن في الشيخ ناصر. والله يا شيخنا أريد أن أقول شيئا ربما يتصل بي أنا شخصيا، وأقول هذا إتماما أو عطفا على حديث أو التعليق الذي ذكرته آنفا. أقول أنا يعني والحمد لله رب العالمين أحمل لك في قلبي من الحب والاحترام والتقدير ما لا يعلمه إلا الله. هذا لا أشكر عليه، ولكن أتحدث به من باب الحديث عن نعمة الله عز وجل أنه جعل لك هذه المنزلة العظيمة في نفسي، وهذا شيء أنا أعتز به أولا وأحمد الله عليه ثانيا. وأنا طبعا هذا الحال الذي أنا فيه يعني تجاهك لا أحب أني أتباهى فيه أمام الناس، ولكن أريد أن أعلم الناس الأدب مع الأشياخ. ولذلك والله أنا يا شيخنا أني أنا أحب أن أقبل يدك أحيانا على ملأ من الناس حتى يتعلم الناس أو إخواننا على الأقل إخواننا يتعلمون الأدب مع الشيخ. نعرف هذا منك، جزاك الله والله يا شيخنا. وهذا أمر أحمد الله تبارك وتعالى عليه. وشيء آخر، دائما يقول بعض الإخوان يذكر لي مثلا مسألة أو شيء يتعلق بشيخنا، فأقول أنا لا أحب والله لو علمت لا سمح الله بأن الشيخ أخطأ لا أحب أن أعارضه في خطأه، لأن خطأ الشيخ ربما يكون ظهر لي بعد زمن أنه على صواب وأنا على خطأ. ولذلك من الأدب أيضا أن أسكت أمام الشيخ حتى لا يكون لي أنا إلا مثل ذلك الأدب اللي هو أدب الصمت والاستماع والإصغاء. أريد أن أعلم يعني إخواننا بارك الله فيهم، أعلمهم شيئا
من الأدب مع شيوخهم، ولكن على كل حال لنا اجتهادنا ولهم أيضا قناعتهم، فإما أن يرضوا وإما أن يسخطوا. صح يا سيدي. الحقيقة من أشياء اللي تدخل في موضوع التربية أنه بعض المجالس، لا أقول كهذا المجلس، فبناكل على جنابنا بنسكت. في مثل تفضل المسألة اللي كنا نبحثها أو نتكلم فيها قبل، اللي هي الجفاء يعني السلفيين أو الأسلوب السلفي وشفافية الأسلوب الصوفي. يعني طبعا احنا عارفين العيب حاليا إن هو النتيجة تبعه هي الجفاء. المهم إن نعالج هذا الموضوع، نعالج الموضوع بحيث إنه نوصل لشفافية الصوفي بالأسلوب السلفي، حيث إنه نقنع الناس. يعني أول ما تحكي مع الناس يقول لك يا أخي أسلوبك، بتروح تسمع خطيب صوفي ببكيك وهو قاعد، طبعا شو طلعت بعلم مو مهم، إنما هذا اللي صار أسلوب فهم الناس. يعني هي النتيجة اللي احنا بدنا نوصل لها انه نحل هالعقدة، مشان يصير يعني الاسلوب مقبول عند الناس. وهذا اللي حكينا عنه يا ابو منير، ولكن هذا يحتاج الى عديد من الناس، عديد من العلماء، كل واحد. يعني ما تاخذني الان، انا اذا كنت منكب على البحث والتحقيق أنا ما أستطيع أن أكون واعظا ولا أستطيع أن أكون خطيبا ولا إلى آخره، لكن ينبغي أن يكون هناك عشرات من أمثالي لهم الاتجاه اللي نحن نشعر بأنه ناقص في الجماعة السلفية، فلا نستطيع نحن أن نقوم بكل واجب. واضح هذا ولا لا؟ واضح طبعا. ولذلك بالعمل على هذا، انما يعني توضيح طريق معين، توضيح شيء معين، يعني توضيح طريق بكي يعني. عشان الواحد يمكن توضيح اسلوب معالجة الموضوع، ما يعني ما هو مطالب منك انك انت تعالج الموضوع. يعني لانه يعني مش معقول انك تكون مثلا خطيب في 1000 مسجد في عمان في الاردن مثلا او في العالم. نفس الذي تصمه بدو أشخاص، وبجوز أستاذنا عدم وجود مدرسة سلفية يعني بالنظام المعروف زي مثلا الاتجاه الصوفي أو أي حركة ثانية، مثلا وجود تجمع معين يعني الصوفية بجوز أو السلفية نشأت بوضع بأن يعني كمعروف بالرفض، يعني بوضع كله الكل يرفضها، في أو في من الشباب بده يحاول يثبت حاله فبصير رافض، يعني رافض طبيعية، لعدم وجود مدرسة أو تجمع سلفي اللي يكون فيه شيء من الجمع للشباب السلفيين. يعني يخيل لي بوجود تجمع سلفي بصير عملية الضبط الشباب مع شيوخهم أو هذا أكثر من إنه تكون مدرسة منفردة. هذا صحيح. لكن هل تظن أن التجمع السلفي هذا اللي عم تعبر عنه بيجد شخص أو 15؟ لا طبعا. فإذا إذا نرجع للملاحظة اللي أديتها، نعم، وفعلا اللي حكيته أبو مالك أنت فعلا ألم ناس، ولكن نؤسف قليلين. كيف؟ اللي تفضلت فيه أنت على القسم الثاني من الإكرام مش القسم الأول طبعا، القسم الثاني اللي هو أتباع أو تعب على مجموعة من الناس وهن ما قدروا هذا العلم اللي اكتسبوه وأداروا ظهرهم. اللي حكيته انت صحيح
يعني بيكون تمثيل من الواقع اللي احنا فيه، وظل برضو 20% الله اعلم شو عم بيحكوا للناس اللي ضل ظهرهم. وحتى يعني انا تحكيت لبعض منهم انه يا ريت ابو مالك بدل الصبح نعمل بين المغرب والعشاء اللي هذا اللي انت يعني انا اللي فهمته من اللي قصدته انت، وفعلا انت تعبت كثير واستفادنا كثير واستفادوا، ولكن ما في قلب يعني ما في هذا القلب والقوه الصاعيه لاتباع السنه الا مشروع ما هو بدي اقول لك ابو عدنان هذا قصه حديثه على رايك كلامك موصول ما خطرت نفسي بنفسي ابدا، وانما اعني يعني كلام عام. لا والله لانه هذا الحقيقه هو الشيء الموجود في حياتنا للاسف الشديد. يعني انا من الاشياء اللي بتكلم فيها دائما باستمرار باجي في الجلسات اللي بيقدر لي اني انا التقي مع الاخوان فيها، وبعرف انه فعلا بتناول الشيخنا بألسنة حداد، وياريتهم بتناولوه يعني يقولوا مثلا والله الشيخ في كذا، يعني مثلا في ناحية سلوكية مش عاجبة في الشيخ مثلا، لا هو بتناولوه أيضا المشكلة انه في علمه هذه الأشنع، يعني انه والله يعني الشيخ هو عالم ونحن علماء يا أخي. وبعدين تأثروا للأسف الشديد بالمقولة الدارجة على ألسنة الكثيرين في العالم الإسلامي إنه الشيخ يا أخي عالم بالحديث على الرأس والعين، ولكن يا أخي من أين له الفقه؟ هذه المصيبة، هذه الكارثة الصامة الكبرى. معلش، من محمد شخرة بجانب الشيخ ناصر؟ محمد شخرة لا يذكر بجانب علمه بجانب الشيخ ناصر، علم الشيخ ناصر هذه مسألة مسلمة لا شيء فيها. إن قالوا عن محمد شقرة والله يعني تكون مقبولة عندي جدا وأنا أقبلها على نفسي والله وأسلم بها تسليما، لكن أن تقال على الشيخ والله العظيم أنها قول إد وزور من البهت والكذب في الحديث والنقد. لذلك أنا الذي أريد أن أقوله إنه أنا الكلمة المأثورة اللي نحفظها من صغرنا اللي تنسب إلى عمر وما أظنها صحيحة، من علمني حرفا كنت له عبدا، يعني هذه الكلمة أنا لما آجي الآن علم الشيخ أصبح ينقل إلى كل أطراف الدنيا، إذا ما كان بكتابه في الكتب، إذا كان ما بالكتب في مقال في مجلة في مقابلة في رسالة صغيرة، فأجي أنا هذا العلم الذي ملأ مثل ما قال ملأ طبق الأرض علما، أجي أنا أتكلم عن الشيخ وإجي أقول أقول فيه؟ هذه قلة الأدب. أنا لما بدي أخذ مسألة عن الشيخ، طلاب العلم في القرون السابقة كان يرتحل أحدهم من قطر إلى قطر آخر مش مشان يقضي مع الشيخ أيام وسنين وليالي، كان من أجل مسألة واحدة يعلمها ثم يعود إلى بلده ويقول أخذت عن هذا الشيخ. إحنا الآن في عمان الشيخ بحدثنا عن بعض المسائل، مسألة القيامة مثلا، مسألة اللحية، مسألة الثوب، كثير من الأشياء بحدث وبيتكلم فيها بالحكم الشرعي ويبين، وبعدين الكثير عنها معرضون لا يتأثر. الشيخ بده يجي كيف ربي في هذه المسائل وغيرها من المسائل التي يتمثلها الشيخ ونراها متمثلة فيه؟ هذه على الأقل تخلق يعني شيء من المعنى التربوي في داخل النفس والسلوك، فأين هذه؟ هذه غير موجودة للأسف الشديد، غير موجودة على الإطلاق. مثلا نعرف على أن الشيخ ممكن أن يستفاد يعني من أوقات علمه، بنيجي مثلا في جلسة بنجد يعلم الناس أو بعض إخواننا بأنه الشيخ سيلتقي، بنجد سبحان الله حتى الأسئلة نفسها هي التي تكرر في عدد من الجلسات. لماذا؟ لأنه ما في حضور دائم عند هؤلاء الذين يحبون على الأقل الشيخ. فإذا المدرسة التي تتحدث عنها أنت لو كان في غير مسجد صلاح الدين، وهذا الذي يريد أن نقول إليه، أنه مسجد صلاح الدين من يوم ما تأسس إلى الآن
يعني ما قيل في دروس الصبح ممكن أن 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 يعلم أمة من يوم ما تأسس إلى الآن. خطب الجمعة بلاش طبعا، لا أنا ما أقول خطب الجمعة، أنا صاحب مدرسة في خطب الجمعة، لا ما أقول هذا، لكن خطب الجمعة أيضا خطب منهجية، خطب علمية، خطب يمكن أن تصلح لدروس لسنين مستقبلة كثيرة. ومع ذلك لا نرى أثرها على نفوس هؤلاء، لأن الحضور ليس حضورا قلبيا وإنما هو حضور بدني محض. وبعدين أقول لك يا أخي من الشيء المؤسف يا أخي، هذا كلام مكرور معاد، كأنهم أضحوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي الواحد منهم كان المسألة الواحدة يجلس لها ساعات مشان يتعلمها. إحنا الآن خلص حملها في رأسه ولم يتمثلها سلوكا في نفسه، فضاعت منه وضاع منها. لذلك بارك الله فيه هذه الدروس اللي في مسجد صلاح الدين اللي تشيرها وخطب الجمعة، لو كان في عقول واعية وقلوب حاضرة ونفوس مقبلة على الخير، كان كل هذا يعتبر ذات الحصيلة، حصيلة علمية كبيرة ممكن أن تفيد الإنسان في المستقبل. فإذا المدرسة بدها قناعة نفسية بادئة ذي بدأ. وبعدين أنت تعلم بأني أنا في مسجد صلاح الدين حتى مع المخالفين جدا، اللي الواحد منهم قضى 10 سنوات وهو يسمع المسألة وتكرر بين الفينة والفينة، حتى مع هؤلاء ما أجي أنا أنقد نقدا جاهرا أمام الناس وأقول يا فلان تفعلت كذا، ما أقول هذا، وأنا أعلم الكثير الكثير، بل أعلم مثل ما حكى عمك الله يجزي الخير أنه يتناوشون ذي بألسنتهم من ورائي، أنا أعلم هذا برضو بحب يسمع. ولو كان الأمر مع غيري، يعني مع غيري أنا، ربما كان بتعرف عمل أشياء وأشياء، لكن أنا الحمد لله ربنا أعطاني الصبر وأعطاني أولا العلم، أنا لا أحرص على بذله لنفسي، وإنما إن شاء الله يكون يعني لله تعالى، ولذلك ما أتأثر إن شاء الله. فأنا ما عنيت نفسي في هذا الحديث، وإنما عنيت الحقيقة شيخنا اللي لازم إحنا ما نقول العظم وتعظيم هؤلاء الذين أشرت إليهم الحديث الأول، وإنما يجب أن يحترم. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع اللي بيقول عن نفسه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر؟ ما كان أحد يقوم له، لكن صحيح لما القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، بأدب بهذا الأدب بقولهم لا ترفعوا أصواتكم، هذا الأدب العظيم القرآني إحنا لازم ننقل يعني نموذج منه على الأقل مع أشياخنا، هذا ما هو موجود للأسف الشديد. التربية تحتاج إلى شيء، تحتاج إلى أن يرى الإنسان السلوك التربوي في 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 جوارح الإنسان الذي يتمثل هذا الجانب التربوي، هذه واحدة. الأمر الثاني إنه من يذكره بهذا القول وبهذا الفعل وبهذا الخطأ وبهذا الصواب، هذا موجود للأسف الشديد، لكن الاستعدادات الفطرية النفسية غير موجودة. وأنا على يقين أنني لو كنت من أولئك القوم في مسجد صلاح الدين من جماعة الصوفية، كان تجد كل هؤلاء يقبلون مش يدي، لا يقبلون رجلي. ليش؟ لأني أمضيت معهم 10-11 سنة، فلازم يعظم الشيخ تعظيم كبير جدا، لكن الشيخ لا يسأل عن تعظيمه، وإنما يسأل عن نفع هؤلاء الناس بقدر ما يحرص عليه نفسه. والله اللي انت حكيته، ولكن في الزمن اللي احنا فيه الان تكسير 20% موجودين هون. نعم، اذا 20% موجودين في المسجد اللي كسبته لنا كثير في الزمن. ابو عدنان عفوك، انا لا اتكلم عن 20 ولا 10، انا يكفيني واحد، لكن انا يكفيني واحد، لكن الله بارك فيه. اللي احنا برد على الاخ احمد، الاخ احمد اقول انا ارد عليه وأبين له أنه يعني أيضا مما يحزن النفس
يعني الإنسان بيجي ليش ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آثار؟ ليش قاله؟ مش من ألم الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم؟ طيب يا أخي أنا والله تألمت معه على نفسي لعلك باخع نفسك على آثارهم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف البشر اللي بيلاقي نفسه أحيانا يعني بيتكلم كأنما يتكلم لجدران وأعمدة؟ هذه مصيبة. اسمح لي أبو منير بعرف، إحنا صرنا 10 سنين تقريبا مجلس نقرأ القرآن دائما يوم الجمعة مثلا بين المغرب والعشاء، فكان أول ما نقرأ القرآن يعني كل الأمور البدعية دي تجديد، ولما خلص هذا أشياء ما هي ما أنزل الله بهم صحيح تعلمناها أو هيك عودونا عليها. لما بلشنا نفهم الأصول والسنة الصحيحة، لما بلشنا نحكي احنا 10-12 واحد واحد تنين اول وعي هذه الشغلة منك ومن الله خلينا يا ابو عبد الرحمن، فصلنا يا عم طول عمرنا احنا بالشام هيك واحنا كذا واحنا هذا انتو بتكون تخلوا طيب سيضاهم شوية او بندون الكم الطائع معنا بالموضوع لان تاني اوائل اللي كذب الحمد لله في السنة. فتاني سنة خفت لها شوية بعدين هلأ صاروا يعرفوا انه هذا منكر صار ماشي مصطفى. ابو عدنان بدي احكي لك شيء، بتعرف اعزائي انا في مسجد صلاح الدين ايش هو؟ وجود الاخوة الافاضل اللي مثلك ومثل ابو منير، يعني هذا اولا. ثانيا عزائي انني اقيم في هذا المسجد، انني اعمل على تطبيق السنة ما استطعت الى ذلك الفترة. ثالثا ان تطبيق هذه السنة ولو لم يعمل بها حتى الوافدون لهذا المسجد أنها على الأقل يسمع بها وتنقل إلى الناس خارج المسجد، يقال الله في مسجد صلاح الدين كذا وكذا. هذا الذي يعني عزيني في مسجد صلاح الدين، وإلا أنا أعلم بأنه يعني أنا يعلم الله والله يا إخوان والله هي أقسم بالله العظيم ما يمنعني من خروجي من مسجد صلاح الدين إلا حرصي على بقاء السنة فيه، وإلا أنا والله متضايق في بيتي اللي أنا ساكن فيه، والله إني متضايق وأنا أتحمل الكثير أنا وأولادي من أبي في بقانا في هذا المسجد. لكن حرصا مني على أنه ما يجي واحد مبتدع، وطبعا ستكون الفرحة الكبرى إذا خرج من هذا المسجد، فرحة كبرى. فأنا على كل لا مش من إخوانا بالمسجد، لا مش من بعضهم، لا من بعض، على يقين بأنه كل إخواننا في المسجد لا يحبون أن نفارقهم. هذا وأظن أنهم حاولوا ذلك. أوه. ما حاولوا ما في شك، فبقول ستكون عبرة عظيمة لهم. فأنا يعلم الله من هذا الباب حريص على البقاء في المسجد، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر له من يقوم بأداء هذا. فأنا يعني هذا الحرص أقابل به أحيانا من بعض الإخوان، يعني بشيء من يعني كأنه في على رأي المثل في أذن عجين وفي الثان. يعني أنا مثل الأشياء اللي مثلا لما كنت بدي أذهب إلى كان زي ما ذكرنا شيخنا أنه لما كانوا بدهم يودوني على جدة، وأنا ما بدي أروح على جدة. يعني اللي الناس اللي اهتموا بهذا الموضوع حتى من إخواننا في داخل المسجد نفر قليل جدا. إيش بعنيهم يعني راح أبو مالك إجا أبو مالك، يعني الأمر كأنه لا يعني بشيء. لكن أنا على مثل اليقين إنه لو خرج أبو مالك من هذا المسجد سيعرفون فضل الله عليهم بالسنة التي اجتمعوا عليها، وإذا تركت هذه السنة أو إذا عمل على هجرها ووأدها وإبعادها عن هذا المسجد فسيكون هذا بسبب واحد فقط، هو يعني في تقديري خروجي من هذا المسجد، لأن الحمد لله رب العالمين ربنا وقانا أذاهم وأبعد عنا شرهم وخلانا نصبر ونتحمل ما يراد بنا من هذا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لذلك من هذا الباب أنا أقول أخ أبو عدنان، يعني مسجد صلاح الدين ما في الآن له نظير في المملكة، ليس له نظير أبدا على قلة التأثير الذي فيه، لكن والحمد لله رب العالمين نحمد الله دائما على أنه يعني في مسجد يحيي هذه السنة أو هذه السنة. أحكي لك شغلة كسنة الصدق مباية، أنا بكون طبعا عادة لما أكون في الشغل المغرب من المغرب العشاء بكون في المسجد، أجي 2 أو 3
علي بعد شيخ أمي بصلي جلست أبكي. قال أين الدرس؟ قلت والله أنا الله أكبر مسجد فيه أبو مالك الإمام كذا. قلت له والله الدرس كان يقام دائما بين الفجر بعد الفجر. قال إحنا فكرنا بين المغرب والعشاء وجايين نحضر الدرس ولا أعرفه، هو جايين يعني يبصر من أي مكان جايين من هذا. قال ألا ما بيثلش الصدر هذا يا أبو مالك لما يكون عارفين أنه أنا مسجد صلاح الدين وفي فلان؟ فلذلك لا عفوا قلت لك هذا عزاء، هذا مش شيء من عزائنا أنه هذه السنة يتسامع بها برا. وقال والله ما أنا صدقا يعني هذا سمعته مرارا أنه مسجد صلاح الدين يا أخي ما هو مسجد، هذا هذا مدرسة، هذا مدرسة يعني مدرسة بإيش هو؟ يعني مدرسة بشوية السنة نستطيع أن نطبقها ونحيها في البلد، يعني كما ينبغي أن تكون المساجد كلها صح. ولكن يا سيدي بس يدعونا ربنا يثبتنا على الحق ويطول عمر شيخنا وربنا يجزي عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا ويبارك له في ولده وذريته ونفسه ويحميه من شر أعاديه إن شاء الله. والله يا شيخنا أقسم بالله العظيم قبل أيام زارني واحد من يعني من مسؤولين الأمن، قال لي إحنا للأسف الشديد إحنا أسأنا للشيخ، قال ولكن والله إساءتنا له قبل أن نعرف قبل ما نعرف إيش الإسلام. والله قال الحمد لله الآن إحنا أصبحنا نعرف، وسعت مداركنا بالثقافة الإسلامية وأصبحنا نعرف من هو الشيخ ناصر ومين هو فلان من الناس في هذا البلد، والحمد لله يعني الآن الصورة زالت من فضل الله تبارك وتعالى، وهذا من الحكمة اللي ربنا سبحانه وتعالى سدد قلوبنا إليها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، هذه نعمة. آمين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفر
يحيص به أي شك في أنه في حكم المرفوع، ومتى يكون ذلك؟ حين لا مجال أن يقال بمجرد الرأي والاجتهاد، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني، أو قبل ما أقول الشرط الثاني، الرأي الشرط الأول يعود في الحقيقة إلى أمر غيبي، وهو من معانيه التحريم والتحليل، لكن هذا الأمر الغيبي ينقسم قسمين: قسم يتعلق بالشريعة الإسلامية، وقسم يتعلق بما قبل الشريعة من الشرائع المنسوخة.